المنافسة كانت مليحة، السباق كان تكتيكي، نقدر نقول تكتيكي باسكو ما عمتش لو ميور وما عمتش واش كنت حابة نعوم. سي فري كاين ان بوتي غولاجمون مع الاخر، مي كما قلت لكم كان سباق تكتيكي، وكنت هذاك وين كملت لو 50 براس وما درتش فيه ميدالية، حققت مرتبة رابعة. قعد لي 3 كورس، قعد لي 100 على الصدر 200 على الصدر و 200 متنوع، ان شاء الله نقدر نتوج فيهم. كاين سباحات صعاب ثاني في الصدر، ان شاء الله فيها خير.